ساهمت جمعية المهندسين البحرينية عبر مشاريعها ومبادراتها الرامية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في النهوض بالمملكة مهنيا وعمرانيا لتلبية متطلبات النهضة والارتقاء بمستوى المهندسين البحرينيين بكافة المجالات. التفاصيل في سياق التقرير، تقرير الزميل طلال نايف. دور فعال وبارز لدعم وتطوير القطاع الهندسي في مملكة البحرين، وعمل مستمر من أجل حشد إمكانيات المهندسين البحرينيين لتلبية متطلبات رؤية البحرين 2030 وأهداف التنمية المستدامة ورفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والمهني بكافة القطاعات. الجمعية المهندسين الحين جمعية كبيرة، صارت ضم حوالي 2200 عضو من مختلف التخصصات. الأشياء اللي الجمعية قدمتها دعم المهندس فيما يتعلق بتطويره مهنيا، فهناك برامج تتعلق بحديثي التخرج، حضوره ورش تدريبية، برامج تدريبية، هناك مؤتمرات محلية، مؤتمرات إقليمية، مؤتمرات عالمية، يعني كل هالأعمال تصب في بوتقة واحدة وهي بوتقة تطوير المهندس ومهنة الهندسة والعمل من خلال هذه الجمعية لدعم الاقتصاد الوطني. الجمعية حاليا عندها برامج مهمة، الواحد منهم اللي هو عندنا برنامج تمهيد. برنامج تمهيد هو تدريب وتوظيف المهندسين، أيضا متابعة التوظيف ومرحلة اللي يوصل لها المتوظف أو المهندس. أيضا عندنا اللي هو برنامج الجائزة. البرنامج الجائزة يعني الإدارة حرصت على أن يكون هناك تقدير للمهندس، فعندنا حاليا جائزتين راح نبدأ فيها. الواحدة هي جائزة المهندس المتميز. جمعية المهندسين البحرينية حرصت على تحفيز الطاقات البحرينية ودعمت المهندسين لحثهم على الاجتهاد والابتكار، كما أنها خلقت عددا من المبادرات والمشاريع والبرامج التي من شأنها أن تحفز المهندسين على المساهمة في النهوض بالقطاع الهندسي في المملكة، والذي يعد من القطاعات الواعدة والحيوية التي تمتد أذرعها في كافة مجالات التنمية. آخر 10 سنوات تم عقد 50 مؤتمر، وكل مؤتمر يعني في المتوسط هناك 500 مشارك. مركز التدريب اللي أنشئ سنة 1998 عندنا حين برنامج طموح لتطوير هذا المركز لتحويله إلى مركز إقليمي للتدريب متطور جدا في مجالات الهندسة. جمعية المهندسين بنت علاقات قوية جدا مع الدوائر الحكومية، مع القطاع الصناعي، أيضا بنت علاقات قوية مع الخارج في الاتحاد العالمي. هذا وتعكف الجمعية عن طريق خطتها إلى توسيع قاعدة تبادل الخبرات والمعرفة في القطاع الهندسي بين المهندسين والشركات بمملكة البحرين ونظرائهم في الدول الأخرى، الأمر الذي يدل على اهتمام هذه الجمعية المهنية بكل مما شأنه أن يصب في تطوير وتقدم القطاع الهندسي في المملكة. جمعية المهندسين التي تأسست عام 1972 ستظل دائما هي البيت والملاذ الأكبر لجميع المهندسين في مملكة البحرين، كما أنها ساهمت في تطوير الصناعة والنهضة العمرانية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد الوطني. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.